الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة Free Unboxing. معكم محمد العشاش، وفي هذا الفيديو هذا وحسب طلب بعض المتابعين كذلك قررت أنني نجيب لكم كيد واحد آخر من الماركة اللي الله درنا عليها فيديو هذه تقريبا واحد الشهر. جبت لكم كيت واحد اخر مختلف تماما عن الاول، مختلف في الديزاين تماما عن الاول، مختلف في الكفاءه تماما عن الاول كذلك. حسب ما قريت الاول صراحه كان مزيان. غادي تلقاو الفيديو ديالو هنايا في داك اللي كطلع، وكذلك غادي تلقاو الرابط ديالو في الديسكريبسيون ديال الفيديو. هذه المره هذه جبت لكم منتوج اخر اللي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله من بعد الانترو. مرحبا بكم مرة أخرى. إذا كان هذا هو أول فيديو كتشوفوا عندنا في القناة، ما تنساش تهبط لتحت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس كذلك باش يوصلك الجديد، وخلي لي واحد لايك حيتاش اللايك هو اللي كيخلي دائما لصانع المحتوى يزيد للأمام. وإلا كان شي كومونتير حتى هو زويون بحالك خلي عليا، غادي كنقرا الكومونتيرات كاملين، غادي نقرا حتى الكومونتير ديالك وغادي نجاوبك. المنتوج اللي جبناه هذا النهار هذا من شركة لينوفو، غادي نفتحوه دابا أمامكم. فالكرتونه تعذبات شويه في الترونسبور باش وصلت كيف ما كتشوفوا، حيت هذا المنتوج هذا شريته من علي اكسبريس كيف ما المنتوج الاول. المنتوج اللي معنا اليوم هو لينوفو ثينك بلس لايف بادز اكس تي 92، واسميه طويله عنده، ولكن نتمنى من الله ان شاء الله الرحمن الرحيم انه يكون منتوج ذو قيمه عاليه، تكون الكواليتي ديالو جيده جدا ان شاء الله كيف ما المنتوج الاول. فعلى بركه الله غادي نفتحوا العلبه. فالعلبه الفتح ديالها بسيط جدا كيف ما كتشوفوا امامكم هنايا. هانتوما المنتوج هو هذا امامكم كيف ما كتشوفوا. كرتونه وصلت هنايا مفروعه شويه، ولكن ماشي مشكل، خاص غير المنتوج يوصلنا هو هذا. كنتم راكم عارفين المشاكل ديال الترونسبور من شينوا للدول ديالنا العربيه، فنتمنى من الله ان المنتوج ما يكون وقع له والو. فنفتحوا العلبه. اول حاجه غادي تلقاوها هي الكتيب ديال التعليمات والكتيبات ديال الارشادات اللي ما كنحتاجوهمش اصلا، حيتاش فري انبوكسين كاينه. وهذا الشيء علاش الحمد لله القناه ديالنا كاينه، باش اننا نشريو المنتوج وحنا نجربوه قبل ما تشريوه نتوما وتجربوه نتوما، باش حتى الا كانوا فيه شي مشاكل ولا شي حاجه كتعرفوهم قبل ما تشريوه. كنلقاو هنايا داك الجليدات اللي باش كنبدلو، باش كتبدل على حسب الودن واش صغيره ولا كبيره. كنلقاو كابل تيب سي، صغير صغير، لا كاليتي ديالو صراحه عاديه، ماشي شي حاجه اللي مزيانه، كابل عادي غير باش تشارجيهم رقيق. وعندنا هنايا السماعات، طبيعه الحال غادي نشوفوا اول حاجه واش خدامين، فكيفاش كنديروا نعرفوهم. كنفتحوهم للمره الاولى، كنجبدوهم، كتهز وحده بحال هكا كيشعلوا بالخضر، وهذه حتى هي كتشعل بالخضر. وصلوا في احسن حله، واخا الكرتونه تفرعات شويه ما غاديش نتحاسبوا مع السيلر على ود هاد القضيه هذه. اول حاجه غادي ننتبهوا ليها هي الديزاين. صراحه اللي جذبني بزاف لهاد السماعات هادو واللي خلاني انني نشريهم هو الديزاين ديالهم، هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا امامكم. جاني كيشبه بزاف لشي افعى، فهمتيني، بحال شي افعى عينيها شاعلين بالخضر. دونك هذا هو اهم حاجه صراحة اللي جذباتني وخلاتني نجيب هاد السماعة هاد. أفعى عينيها خضر وعندها الفويم هو داك البليصة ملي كنفتحوا السماعة. بالنسبة للمادة اللي كيجي مصوب منها هاد الكيج هذا ديال هاد السماعة هادي، فالسماعة بلاستيكية 100%، كتحس بأن داك البلاستيك ماشي شي بلاستيك اللي هو رخيص، وفي نفس الوقت ماشي شي حاجة اللي هي هاي كواليتي، حاجة مقبولة مقارنة بالسعر ديالها، حاجة جد مقبولة فعلا مقارنة بالسعر ديالها. وبالنسبة لداكشي اللي غتعطينا حنا غادي نجربو دابا. فاش كتفتح كتلقى أن السماعة كيبقاو داك العينين ديال الأفعى أو داك جوج ديال البولات شاعلين، وكتلقى في وسط منهم السماعة شاعلة بالخضر، السماعات بجوج شاعلين بالخضر. إلا طفاو، إلا كانوا شاعلين بالخضر يعني راهما كيتشارجاو، إلا طفاو يعني راهما مشارجين. هذا هو اللي كاين. عندنا لتحت لينوفو مكتوبة ثينك بلس سيري وبزاف ديال الكتابات أخرين. هذا فيما يخص الديزاين. دابا غادي ندوزو لأهم حاجة والحاجة اللي كتساينوها كاملين، وهي الكاليتي ديال الصوت. فغادي نجربوهم دابا وغادي نكونيكتيهم دابا وغادي نعرفو إن شاء الله لاكاليتي ديال الصوت كيفاش دايرة. دابا غادي نسمعو بهم شي موسيقى عندنا. واو، ما نقول والو دابا، نكمل التجربة والله ما نقول شي حاجة.
يا رب سمعنا الصوت الموسيقى. وقبل ما نهضروا على لا كاليتي ديال الصوت اللي فيهم، غادي نتكلموا على واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي كيشريو السماعات. وكاين اللي كيما قلت لكم دائما انا ضد ديك السماعات اللي كتكون فيهم داك الجليده اللي كتدخل لداخل، وداك المره هضرنا عليهم في الفيديوهات القدامين، انا ضد داك السماعات اللي فيهم داك الجليده. ولكن باش نكونوا واقعيين، انا دائما داك الجلده كتبرزني، علاش؟ كتخنق الودن بزاف د الحوايج. السماعات فاش كديرهم في ودنيك خفاف بزاف، ما كتحش بانك لابس شي سماعه. السماعات اللي قبل من هادو ال بي 5 كنتي كديرهم خفاف ما كتحش بهم، ولكن هادو كيوليو جزء من الودن ديالك. فعلا واحد الشعور صراحه بالثمن ديالهم راه ولكن صراحه كاليتي خرافيه. بالنسبه لكاليتي ديال الصوت وغادي نخليوها حتى هي حتى البلاتي، حيت دابا قبل ما نهضروا على كاليتي ديال الصوت غادي نجربوهم في الجيمين وغادي نشوفوا كيفاش اللاتنسي فيهم، واش فيهم شي تاخير، واش فيهم شي حاجه او لا. فنتوكلوا على الله. اهم حاجه انهم كيتكونيكطاو اوتوماتيكمون، ماشي عاد ولي دخلت حطيتهم سديت الكيج ديكونيكطاو. دابا نتوما لبستهم كونيكت، فهذه من الحوايج اللي مزيانه فيه. انت انا كانبو صاحبي ليلى، انا كانبو لاعبين غير انا وصاحبنا، غير جوج بين جوج، بقيت غير بوحدي. اوكي، من بعد ما جربناهم في الموسيقى وجربناهم كذلك في الجيمين، غادي نعطيكم الراي ديالي بصراحه. باش تلقى سماعه اللي كتسوى فعلا، وده هنايا غادي خصكم تعرفوا الثمن. هنايا الثمن ديال هذه السماعه هذه 13 دولار تقريبا، 12 دولار وشي حاجه فري شيبين، يعني كتوصلك حتى للدار فابور، وفيها واحد الكواليتي ديال الصوت فعلا خرافيه. الكاليتي ديال الصوت صراحه 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 احسن من هذوك اللي جربنا داك المره. اللي جربنا داك المره فيهم صوت زوين، ولكن هادو زايدين عليهم. عقلتوا على داك الهاي فريكوينسيز اللي كنا قلنا ديال هادوك فيهم شويه، هادو فعلا كل شيء فيهم مقاد. لاكاليتي ديال هاد السماعات اللي هنايا تقدر تلقاهم في سماعات اللي كيسواو عند شركات اخرى تقريبا ما بين 600 حتى 1000 درهم في لاكاليتي ديال هاد الصوت هذا. ما غاديش نكون كنبالغ الا قلت لكم 600 او 1000 درهم، حيت فعلا لاكاليتي ديال الصوت فيهم جيده جدا، مختلفه تماما على داكشي اللي جربنا قبل وسيرتو ال بي 5. بالنسبه للجيمين، ما كاينش شي سماعه صنعت لحد الان وما فيهاش لاتنسي، ما فيهاش تاخير. راه تمشي تشري سماعه ب 2500 درهم 3000 درهم وضروري غتلقى فيها واحد النسبه ديال اللاتنسي. هذه وحده من السماعات اللي تاهي فيها اللاتنسي، ما غاديش نقول لكم فيها واحد التاخير يعني اللي هو صغير بزاف او لا واحد التاخير اللي كبير، ولكن تاخير صراحه ما غاديش تحس به بتاتا. وسيرتو الناس ديال بابجي والناس ديال الشوتين جيمز كيبغيو ان السماعه تكون بقع طيح ضربو سمعتها، يعني الصوت مع القرطاسه مع داكشي اللي كتسمع. هذه اهم حاجه، وهذا الشيء علاش بالضبط شريت الاكس تي 92 هذه المره هذه، حيت بزاف ديال الناس كيلقاو مشاكل في السماعات اللي كيشريو، وهذا الشيء علاش شريت هذه الاكس تي 92 هذه، باش نعرفوا واش بصح سماعات هما كاتبين ليها في الديسكريبسيون بانها سماعه ديال الجيمين. داكشي اللي كاتبين في الديسكريبسيون ماشي 100% كامل صحيح، عاود ما نكونوش ايجابيين اكثر من القياس ونقولوا اللي كاين. سماعه جيدة جدا بالنسبة للثمن ديالها كما قلت لكم 120 درهم 13 دولار تقريبا. الموسيقى فوق الممتازة، ديزاين هائل. ودابا غادي نقول لكم المميزات ديالها والخصائص باش كتجي. سماعة لينوفو تينك بلس اكس تي 92 كيجي فيها 300 ملي امبير في الكيج، كل وحدة من السماعات بجوج كيجينا 30 ملي امبير، بما يعني 60 ملي امبير، اللي كيعني ان هاد الكيج هذا يقدر يشحن لك السماعات ديالك حتى الخمسة د المرات، يقدر يوصل معاك في لاشارج حتى 8 ديال السوايع. مازال صراحة ما جربت كيف ما كتشوفوا هاد السماعة هذه واش فعلا تقدر تشد 8 سوايع ولا لا. انتم شفتوا، جبت السماعة فتحتها قدامكم، كلشي داز قدامكم. فإلا بغيتي تعرف واش هاد السماعة فعلا كدوز 8 سوايع ولا لا، تابعني في الانستغرام، حيتاش الفيديوهات اللي ما كنقدرش انني نكملهم في يوتيوب بحال هاد الحالة هادي كنكملهم في دي ريلز اولا في دي ستوري في انستغرام. فلهذا دخل تابعني في انستغرام باش تعرف واش فعلا هاد السماعات هادو كيشد 8 الساعات او لا. هذا من جهة، من جهة اخرى السماعة كتقدر توصل معاك حتى ل 10 ديال المتر ديال البعد بالنسبة للبلوتوث، يعني 10 ديال المتر ما بينك وبين الهاتف ديالك. هاد الشيء هذا ما غاديش نكذب عليكم، الا قلت لكم في اسباس مسدود راه غادي توصل المسافه ل 10 المتر فقط، غادي تكون بعض امطار قليله واحد 3 ولا 4. بينما الا بعتي على الهاتف ديالك في واحد المنطقه اللي هي مفتوحه فتقدر يمكن المسافة
مسافة توصل 9 أو 10 المتر، ولكن في منطقة مغلقة بحال المنزل أو بحال شي بلاصة اللي مغلقة ما كنظنش أنها غادي توصل 10 المتر، وهادشي كذلك غادي نشرحوه في انستغرام. فكانت هذه هي المراجعة الشاملة ديال سماعات لينوفو ثينك بلس لايف بودز إكس تي 92. فعلا سميتو طويلة ولكن الكاليتي ديالو جيده جدا. بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا السماعه اللي قبل كيف ما قلت لكم، غادي تلقاو الرابط ديالها في الديسكريبسيون اولا في الاليبانت اولا اللي غادي تبان هنايا، وكذلك تقدروا ترجعوا للقناه وتشوفوا سماعات وحدين اخرين اللي تقدر تعجبكم الكاليتي ديالهم. ولكن هذه لحد الان هذه هي فعلا هذه هي السماعه المفضله ديالي، غادي نحتفظ بها صراحة ليا شخصيا. فغادي نعاود نوه الى كنتي مازال ما اشتركتيش في القناة، هبط لتحت اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد اول باول، تكون انت من الناس الاولى اللي كيشوفوا الفيديوهات. كذلك خلي ليا لايك واحد التعليق، شنو الراي ديالك في هذه السماعة، واش عجبتك ولا ما عجبتكش، كيجاك الديزاين، الى اخره الى اخره. كان معكم محمد العشاش من قناة فري انبوكسين، تهلاو.